يروح للمسا قبل السفر لغينيا. إصابة الشناوي أربكت حسابات الأهلي، طبعا إصابة ما كناش نتمناها لكن بإذن الله تكون خفيفة، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية حتى لو لا قدر الله الشناوي ما لحقش المباراة، عندنا شريف إكرامي حارس بخبرات كبيرة جدا، طبعا شريف إكرامي مش محتاج إن احنا نتكلم عليه، كمان عندنا الحارس الثالث في الفريق علي لطفي حارس ايضا مميز جدا، فبالتالي ما فيش قلق ان شاء الله، لكن باذن الله باذن الله يلحق الشناوي. النهارده في اختبار طبي ليه عشان نشوف الكدمه اللي في كتفه دي اخبارها هيكون ايه. بالمناسبه هي كانت عباره عن تدخل كده مع حسين السيد في التقسيمه القويه اللي كانت امبارح بعد المران، فبالتالي هي دي يعني ده السبب في الاصابه، ان شاء الله تكون خفيفه يا شناوي. اختبار طبي للحارس كمان فيه اشعه لحسين السيد، حسين السيد عنده زي اجهاد في العضله الضمه، امبارح برده خرج من التقسيمه دي وما قدرش ان هو يكمل، حظر اعلامي على الفريق وده هيستمر لحد المباراه ان شاء الله يوم السبت. هو خلاص الفريق هيسافر امتى؟ هيسافر صباح الاربع، يعني بكره اخر مران للنادي الاهلي يعني في استاد مختار التتش، هيسافروا فجر يوم الاربعاء، يوصلوا هناك ممكن يبقى فيه تدريبه وممكن يبقى فيه ما فيش تدريبه، علشان احنا عارفين الاجهاد بتاع السفر وكده حوالي 11 12 ساعه، ففي الغالب الفريق هيستأنف تدريباته بعد تدريبات الغد يوم الخميس وبعد كده الجمعه، ويلعب ان شاء الله يوم السبت. الكواليس هتعرفوها ان شاء الله كلها من خلال تغطيه النادي الاهلي لهذه او قناه النادي الاهلي لهذه الرحله.